بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة بهيجة غياتي، أستاذة في العلوم الشرعية كلية الشريعة فاس، وكذلك عضو مؤسس مركز الأبحاث والدراسات في قضايا المرأة والأسرة. في الواقع شاركنا كان هذا اليوم، في الواقع هو يوم الجمعة، يوم مبارك، وكانت فيه هذه الندوة المباركة حول البيئة. في الواقع كانت فيها تدخلات كثيرة لمجموعة من الأساتذة الأفاضل، كل حاول أن يعالج الموضوع من ناحية ومن زاوية تخصصه. حاولت أن أقارب الموضوع من ناحية الشرعية من خلال بعض النصوص الشرعية التي تؤثر لهذه المسألة وتؤثر لهذه المسألة، واللي كانت النتيجة بالنسبة للجميع وهو أن هذا الأمر أمر البيئة إنما هو أمر يضرب بجذوره في التاريخ، والقرآن الكريم عالج هذا الأمر منذ نزوله من جانب الاستخلاف ومن جانب التسخير كذلك، بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى قد استخلف هذا الإنسان في الأرض لكي يقوم بالأمانة التي تحملها لنفسه ومن تلقاء نفسه، وكذلك الأمانة عندها ضوابط وعندها مستلزمات، ومن ضوابط هذه الأمانة أن تؤدى على أحسن وجه كما بيّن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه وأحسن صلع هذا الكون، هذا الآفاق. وكذلك من جهات التسخير، بمعنى أن كل ما في هذا الكون إنما هو مسخر للإنسان، فيجب أن يحافظ عليه باعتبار أن هذا التسخير إنما هو في الأساس نعمة من نعم الله عز وجل التي يجب المحافظة عليها والتي يجب شكرها، وما شكرها إلا بالمحافظة عليها. وهناك طبعا كانت أحاديث كثيرة، آيات قبل ذلك من القرآن كثيرة وأحاديث كثيرة التي تبين هذه المسائل. إذا لا داعي أن نكرر، ربما عندكم تسجيل كامل المداخلات، ونسأل الله عز وجل أن يتمثل الإنسان هذه التشريعات الربانية التي جاءت في هذا المجال لكي تكون المحافظة على البيئة بشكل عملي وليس فقط باشترار الكلام، لأن اشترار الكلام لا يؤتي أكله. ونتمنى الله عز وجل أن يقوم الجميع بمسؤولياته في هذا المجال، وأولى هذه المسؤوليات أن نحرص على تربيته النشأ الصاعد على هذا المستوى في هذا السياق حتى نحقق مفهوم الاستخلاف ومفهوم الخلافة المناطة بنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.